من برنامجكم الصباحي كوفي بريك بتنطلق معكم مشاهدينا حلقة جديدة معي أنا سامية، وكل نهار ثلاثة وعبر نص ساعة من الوقت تقريبا بتشارك أنا وياكم عدة فقرات مع عدة مواضيع بتفيدكم وبتنبسطوا فيها على الأكيد. خلينا دغري مشاهدينا نبلش بحلقتنا ونروح مع أول فقرة معنا اللي هي ترندينج. خلينا نبلش بفقرة ترندينج ونخبركم آخر المستجدات اللي عم تصير بلبنان أو بالعالم. رح نبلش بالحدث يلي كان ضاجج فيه العالم وهو ميس يونيفرس يلي صار بجانيوري 14 نهار السبت بدورته 71. هالحدث يلي توجت فيه الأمريكية جابرييلا كان ميس يونيفرس لعام 2022 بحفل أقيم بأمريكا بمشاركة 86 ملكة جمال من كل أنحاء العالم. من بعد 10 سنين بالأخص سنة 2012 فازت أمريكا الصبية أوليفيا بميس يونيفرس، لترجع هيدي السنة سنة 2022 تتوج الأمريكية جابرييلا كمان على عرش الجمال. نذكر أنه بالصدفة كانت أوليفيا ملكة الجمال اللي كانت بسنة 2012 هي عم بتقدم حفل هيدي السنة، فكمان ربحت أمريكا. وكمان بالصدفة أوليفيا الهند عطيتها لأوليفيا سلمتها التاج، وكمان صار نفس الشيء مع جابرييلا. بنذكر الوصيفات يلي كان عنا فنزويلا الصبية اللي اسمها أماندا يلي حصلت على لقب الوصيفة الأولى، وكان عنا جمهورية الدومينيكان يلي وصلت على الوصيفة الثانية. ننتقل لملكة جمال مميزة كانت بهذا الحفل، كان عنا ملكة جمال البحرين يلي اسمها إيفلين عبدالله خليفة. هالصبية يلي كسرت قوانين المسابقة العالمية بارتداء أزياء محتشمة وبالأخص بمرورها بالمايو، ورغم أزياء المحتشمة فهي قدرت أنه تسرق كل الأنظار وتكون واثقة بحالها. حملت رسالة لازم تكون النساء العربيات حاضرين بهيك أنواع من الحفل، ويمكن كمان للنساء المسلمات أن يشاركوا بميس يونيفرس، وأيضا طالبيت بالمساواة. خلينا نذكر أنه هذه الصبية هي بس تاني صبية من البحرين بتشارك بميس يونيفرس على مر كل سنين. كمان خلينا نذكر أنه هالصبية من البحرين وملكة جمال لبنان ياسمينة زيتون هن كانوا بس الصبيتين العرب يلي بيمثلوا بهيدا الحفل. بنروح لياسمينة زيتون يلي رغم من عدم فوزها كان عليها إجماع من كل العالم وكانت من ضمن التوقعات على وصولها للتوب 16، فتميزت بثقتها بنفسها بمشيتها وبتعاونها مع رفقاتها المتسابقات ومع مدربين الحفل. فهي حملت قضية الأطفال المصابين بالسرطان كما ولبست الأرزة وعبرت فيها عن الصمود عن القوة وعن عدم الانكسار، وحملت رسالة من قلبي سلام لبيروت. بنروح للإبداع اللبناني يلي شفناه بهذا الحفل، كان عنا تاج ميس يونيفرس يلي كان من مصمم لبناني يلي هو فراد معوض، وأيضا تعدل قانون المسابقة وصار للأحسن، صار يسمح لكل امرأة متزوجة مطلقة أو عندها أولاد بأنه تشارك. بنكمل مع الإبداع اللبناني يلي توجت ناشئات الكرة اللبنانية للصبايا يلي عمرهم تحت 17 سنة بلقب آسيا للمرة الثانية على التوالي. مع كل هالإبداع مننتقل للأخبار السيئة يلي تداولت شائعات باعتزال الفنان جورج وصوف الفن، وهون كان بيقصد فيها جورج وصوف عن عدم قدرته على الغناء بسبب وفاة ابنه بسبب حزنه. مننتقل لوفاة سوبر موديل تاتيانا باتيتس عن عمر 56 سنة بعد صراع مع سرطان الثدي، وأيضا عنا وفاة ليزا ماري ابنة أسطورة موسيقى الروك ألفيس بريسلي يلي كمان توفت أثر إصابتها بنوبة قلبية عن عمر 54 سنة.
بنروح لعند الفنانة نوال الزغبي يلي كشفت عن عمل ابنها جورجي بخدمة الغرف بالفنادق مع راتب 300 دولار. بتقول نوال انه الشغل مش عيب، وكيف بده يطلع رجال اذا ما اشتغل وقبض هالمبلغ القليل بالنسبة لشهرتها وقديه هي بتقبض. فعلى الرغم من انه والدته لجورجي يلي هي نوال الزغبي مشهورة، ولكن هو ما بيحب يلبس البراندات. بنكمل مشاهدينا مع اخبارنا، ومنخبركم انه حقق الممثل العالمي كريس رقم قياسي ببقائه 200 دقيقة تحت المي رغم محاولة أطفاله بأنه يلهوه عن التركيز. حل اسم محمد بالمرتبة الثانية بقائمة أكثر الأسماء انتشارا بمواليد هولندا، وبالمرتبة الأولى كان عنا اسم نوا لعام 2022. وآخر خبر، خلينا نخبركم أنه أعيد افتتاح فندق هيلتون بيروت متروبوليتان بالاس من قبل الشيخ خلف الحبتور بحدث احتفال ضخم تضمن نخبة من الشخصيات الأجنبية، المشاهير، الفنانين، الإعلاميين والصحافة. مشاهدينا هو كانوا أخبارنا لليوم، هو كانوا الترندنج اللي صاروا، إن شاء الله يكونوا عجبوكم. خلينا نروح للفقرة اللي بعدها اللي هي جنرال نوليدج. في جنرال نوليدج معلومات عامة حتى أنت وأنا نستفيد منها بذات الوقت. منبلش مع أول معلومة، وعندنا الفيتامين د اللي رح نحكي عنه. الفيتامين د بيقلل خطر سرطان الجلد، وأشارت الدراسات أن الأشخاص يلي بيتناولوا الفيتامين د هن أقل عرضة بالإصابة بسرطان الجلد. معلومة تانية، اتسلقت حفيدتا عصام فارس سارة وأميمة بتسلق جبل لمدة 6 أيام، ورفعوا علم لبنان على قمة الجبل الأكثر ارتفاعا من بعد رحلة شاقة. الجليد بالعالم، رح نخبركم أنه إذا داب الجليد الموجود بالقارة القطبية الجنوبية سوى بيرتفع مستوى المحيطات والبحار بمعدل 70 متر، أي أنه ربع اليابسة، وهون بيكون عم يغمر الماي اليابسة. منروح لفوائد قشر الليمون وبالأخص للبشرة. قشر الليمون غني بالعديد من المعادن والفيتامين، بالأخص الفيتامين جي، فيتامين آ، فيتامين بي والكالسيوم. بآخر ظهور علامات الشيخوخة بيزيل الرؤوس السوداء، بيساهم بفتح المسامات، بيساعد بعلاج حب الشباب وعيوب البشرة. أيضا بيساهم بعلاج الجلد المتضرر من الشمس، بيساعد بتجديد خلايا الجلد، وبيحتوي على مادة مضادة للالتهاب والإصابة بسرطان الجلد. ننتقل لمعلومة جديدة، في متلازمة نادرة جدا تسمى بمتلازمة أنتون. هيدي المتلازمة بتخلي الشخص يفقد البصر، بس هو ما بيعرف بهذا الموضوع وبينكره، حيث بيولد دماغه صور بصرية خاطئة، فهو بيستمر بالاعتقاد بأنه هو عم يقدر يقشع وهو مش عم يقدر. منروح لمعلومة جديدة، يلي تم دهن هياكل الطائرات الخارجية باللون الأبيض لعدة أسباب. السبب الأول لأن اللون الأبيض أرخص ثمنا لإلهم وأقل تكلفة. الثاني لحتى يكونوا عم بيحافظوا على هيكل الطائرة باردا قدر الإمكان، لأن اللون الأبيض بيعكس أشعة ضوء الشمس. السيطرة على الأعطال والتحكم فيها بشكل أفضل، وهذا بسبب رؤية تسربات الزيت أو الوقود والتصدعات، وتسهيل عملية الصناعة والتصليح. كمان بخفض اصطدام الطائرة بالطيور. معلومة جديدة، أشارت الدراسات أن اكتئاب الشتاء بيكمن بالأجواء المتمثلة بالظلام بالغيوم وبهطول المطر وبقصر النهار، وقلة الضوء بيؤدي لعدم توازن الهرمونات والناقلات العصبية بالدماغ، وبتتمثل عوارضه بالحزن والكآبة والخمول والتعب والإرهاق والعصبية، كمان فقدان الشهية وضعف التركيز. ويمكن أن نواجه بالتعرض للشمس للضوء النهار عن طريق فينا نروح نتنزه بالهواء الطلق، نمارس الرياضة، أو فينا كمان نكون عم نستشير طبيب للعلاج النفسي أو الأدوية أو العلاج بالضوء، لأنه بيزود الجسم بالأشعة فوق البنفسجية. مشاهدينا هو كانوا معلوماتنا العامة، استفيدوا منهم وإن شاء الله يكونوا عجبوكم. خلونا نروح وننتقل للفقرة اللي بعدها اللي هي إليجنس. بفقرة إليجنس كل مرة بعطيكم تيبس حتى تكونوا أكثر أنيقين وإليجنس بحياتكم اليومية.
اليوم رح نشوف كيف فينا نكون عم نسوق السيارة وكيف فينا نخلي سيارتنا تكون إليجنت. أول شي خلينا نقول إنه إذا الواحد كان عنده سيارة فخمة أو غالية، هذا مش يعني إنه هو إليجنت، ففخامة السيارة وإذا كانت السيارة غالية ما خاصة بهذا الموضوع. خلينا نبلش ونحكي عن الأكل بقلب السيارة. فلحتى نكون إليجنت ما لازم نكون أكيد سيارتنا نجوي السيارة من وراء الأكل، وبالأخص ما نكون عم ناكل نحن عم نسوق، وإذا كانوا إيدينا مجويين فإنه يكون إيدينا مجويين وعم نسوق كمان شيء مش إليجنت ومنجوي الدنيا. نحافظ على نظافة السيارة من جوا ومن برا، وبالأخص الريحة تكون ريحة السيارة حلوة، وعلى طول على طول نكون عم نغسل السيارة من برا وننظفها من جوا. السواقة بطريقة عصبية كمان هيدا شيء منه حلو أبدا، الكلمات البذيئة اللي بتطلع منا أو منطلعها برات الشباك للعالم، التزمير المستمر خاصة وقت يكون في إشارة حمراء فالأشخاص اللي بضلوا يزمروا، فهذا شيء منه حلو. وما نخلي السيارة تكون عم توقف بنص الطريق وتسكر طريق الغير، كمان هذا الشيء منه حلو. ما نكون عم نرمي الزبالة برات السيارة، ففينا نكون عم نجمعهم بكيس بالسيارة، وبس نوصل لمحل فيه زبالة فينا نكبهم هونيك. كلنا منغني بالسيارة، بس في فرق إذا منغني بطريقة عالية ومزعجة منكون فاتحين الشبابيك وحدنا السيارات، فهذا غير موضوع، وهذا موضوع كمان أبدا منه إليجنت. كمان كلنا بدنا ندور موسيقى بالسيارة، بس بتفرق إذا حطيناها كمان على صوت كتير عالي بطريقة مزعجة، وكان حدنا السيارات وكنا فاتحين الشبابيك، فهذا كمان موضوع مزعج، والسيارات اللي حدنا مش مجبورين يسمعوا هذا النوع الموسيقى وهالقد ضجة. تدخين بقلب السيارة عدا عن إنه بيطلع ريحة بشعة بالسيارة، فكمان بغير لون الجلد، كمان بفح بالسيارة، فكمان هيدا طريقة مش إليجنت أبدا. خلينا مشاهدينا نحن عم نسوق على طول نتذكر انه نحن مش لحالنا على الطريق، في كمان عالم وفي سيارات غيرنا، فبس بدنا نسوق على طول نتذكر هذا الموضوع. اهم شيء ما نكون عم نوقف في نص الطريق فجأة، اذا بدنا نفوت بمفرق نكون عم نحط اشارة، وكمان الاهم انه اذا كنا عم نسوق وشفنا احد رفقاتنا او شخص بنعرفه ما نوقف سيارتين حد بعض ونتحدث لوقت طويل، وخاصة اذا ورانا سيارات. مشاهدينا هدول كانوا التبس، وبالأخص تبس عن كيف نسوق وكيف نكون داخل السيارة، استفيدوا منهم واستعملوهم بحياتكم اليومية لتكونوا أكثر أنيقين. خلينا نروح للفقرة الأخيرة معنا يلي هي Pets and Nature. خلينا نبلش مع الباتس، واليوم رح نروح لعند الغزال. خلينا نخبركم انه الغزلان هي موجوده بالصحاري وبالاراضي العشبيه وبالسافانا بافريقيا، وكمان موجوده بجنوب غرب وسط اسيا، بتميل لحتى تكون عم بتعيش بقطعان وبتتغذى على الاعشاب. تعرف الغزلان بانها حيوانات سريعه وعندها ما يزيد عن 30 نوع من الغزلان بيعيش، عندنا بعضها بيعيش بالجبال ومعظمها بيعيش بالاراضي الرمليه المنبسطه. للغزلان أعيون واسعة سوداء، للذكور وللإناث عندهم قرون سوداء ملساء. كمان هن بيتميزوا بالأذن، أذنيهم هن طوال وضعيفة. منكمل ومنخبركن عن الذيل، يلي الذيل تبعهم قصير وشعره كمان قصير وناعم. رح نتعرف على بعض الأنواع من الغزلان. نبلش بالغزال يلي اسمه قريم، هذا الغزال لونه رملي فاتح وهو من أصغر أنواع الغزلان يلي بيعيش بالهول وبالصحاري. نوع تاني عنا غزال الزرافة يلي بتميز برقبته الطويلة وأذانه الطويلة كمان وبلونه الأصفر، بيعيش بالأراضي المنبسطة يلي بتكثر فيها الأعشاب. غزال اسمه غزال الجبال لأنه لونه برتقالي وقرونه طويلة بتوصل لنص متر تقريبا، هو بيعيش بالهند وشبه الجزيرة العربية. بنروح للغزال الفارسي يلي بيعيش بالبراري وبالسهول ولونه بني فاتح. ننتقل مشاهدينا من بعد الغزلان للنيتشر أو للطبيعة، ورح نعرفكم على اليانسون وبالأخص على الفوائد الصحية لليانسون. اليانسون أول شيء بيحسن الهضم، فهو عشب علاجي للغاية للجهاز الهضمي لأنه بيعزز ميزات الجهاز الهضمي، وهو مثالا لحالات الإسهال، آلام البطن، انتفاخه كمان والالتهاب المعدي، فكله بيفيده. بيساعد باضطرابات النوم بإزالة القلق.
بالنسبة لأعراض الاكتئاب فهو بيعالج الاكتئاب، وخاصة اكتئاب ما بعد الولادة. بيعزز أيضا الرضاعة، بيزيل التشنجات. كمان بالنسبة لصحة الجهاز التنفسي فهو بيساعد بالتخفيف من نزلات البرد، الربو، الإنفلونزا والارتهاب الرئوي. بالنسبة كمان هو مفيد لعلاج البشرة، فهو بيتم استخدام زيت اليانسون، لحب الشباب، واضطرابات الجلد والأمراض الجلدية. بنشط كمان البنكرياس يلي بيساعد بذور اليانسون على تعزيز عمل البنكرياس وبيقلل فرص الإصابة بمرض السكري. كمان عنده فوائد للقلب، فهو بحافظ على مستوى ضغط القلب وبيقلل الضغط على القلب. مشاهدينا، هذه كانت حلقتنا لليوم مع فقراتنا ومع معلوماتنا لليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم. تابعونا بحلقات لاحقة كل نهار ثلاثة، فأنا بشوفكن بحلقة جديدة ثلاثة الجاي. باي باي. We'll be right back.